هذا وسيعرض تلفزيون البحرين برنامجا خاصا عن الحفل الختامي لموسم ناصر بن حمد الموروث البحري في نسخته الأولى بعد نشرة الثامنة من مساء هذا اليوم. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الإقضيبية أمس معالي السيد جيمس ماتيس وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. يرافقه قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل الذي يزور المملكة للمشاركة في منتدى حوار المنامة. ورحب جلالة الملك المفدى بوزير الدفاع الأمريكي وبقائد القيادة المركزية الأمريكية، وأعرب عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية القوية والشراكة الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والمبنية منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مشيدا جلالته بالتقدم المستمر الذي تشهده هذه العلاقات في كافة المجالات في ظل الحرص المتبادل على تطويرها خاصة على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي. وتبادل صاحب الجلالة مع وزير الدفاع الأمريكي وجهات النظر بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مجريات الأحداث في المنطقة وأهم القضايا والمحاور التي يناقشها منتدى حوار المنامة الذي يوفر فرصا واعدة للتواصل الحضري والثقافي والتي تمكن كبار صناع القرار السياسي في الشرق الأوسط وخارجه من إيجاد حلول لبعض القضايا الملحة وسبل مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. وأشاد جلالته بالجهود الفاعلة للإدارة الأمريكية ودورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكدا دعم المملكة الدائم لهذه الجهود والمساعي الإقليمية والدولية. وأعرب جلالته أيضا عن تقديره لجهود معالي الوزير جيمس ماتيس في تعزيز علاقات التعاون البحرينية الأمريكية في الميادين العسكرية والدفاعية.